أهلا بحضراتكم معنا في برنامج من قصص القرآن. ويقولون هذه هي القمم التي وضع عليها إبراهيم عليه السلام الطيور الأربعة. ولم يشك إبراهيم في قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى. رب العالمين أكرمه بعدد كبير من المعجزات، حادثة انشقاق القمر، وكانت رحلات الإسراء والمعراج، وقال عنه أوتي شطر الحسن. الله. قد أوتي نصف جمال العالم كان سيدنا يوسف عليه السلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.